حاول حضرتك تكلمهم يا حاج، دول كده يعني بيضربونا في السوق، ناس مخرب بيوت. انت اكيد بتحذر. عايزني اكلم اكبر منافس ليا في السوق اقول له ايه؟ ها؟ اقول له والنبي ما تنزلش تمن بضاعتك عشان بيتي ما يتخربش. فكر يا استاذ، فكر وبعدين اتكلم، انا جايبك عشان تفكر. طب هنعمل ايه حضرتك؟ رايك ايه يا هبه؟ مش عارفه، هما بيحرقوا بضاعة يعني؟ ايوه يا بنتي، وخصوصا في السلع الأساسية اللي ما نقدرش نلعب في ثمنها. أنا رأيي إنك تستنى شوية وتستحمل الخسارة وتضربهم أنت في بضاعة تانية، بس تستنى في دخلة سيزون معين، يعني دخول مدارس أو رمضان أو شايف يا أستاذ؟ شايف الأفكار؟ ها؟ بتفكر؟ فضل يا أستاذ، فضل وأنا هتكلم معاك بعدين. مع السلامة. طبعا الكلام والهرتلة اللي انت قلتيه ده مش كويس، ما ينفعش، انا ما حبيتش اكسفك، ما حبيتش قدام الجدعة. ليه يا بابا؟ اللي انا قلته هو اللي لازم يحصل. بصي يا بنتي، انا لو حد عمل فيا حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لي حقي لحد باب مكتبي، ما بسعاش اني اخده بنفسي، ولا بسعى اني اعمل زي اللي بيعملوه فيا الناس ديت، لا. واذا كان هما سبب المشاكل والازمات، ها، فربنا دايما معايا، بيقربني منه، ما بيبعدنيش عنه ابدا. شوف يا هبه يا بنتي، اي ازمه تعيشيها بتقربك من الخالق العظيم، ما بتبعدكيش ابدا. امال هتعمل ايه؟ عدوك اكتر حاجه عايزها يا بنتي ان يدخلك في سباب، في الصراع، في 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 اكشن زي ما انت بتقولي، ومراده كله ان يخليكي مهزوم. بعد ما تمشي انا هصلي الظهر وادعي لهم. تدعي لهم؟ ادعي لهم. لان الحياه حلوه يا هبه، الحياه وردي جميله، ما فيهاش مشاكل ابدا ابدا، وعشان كده انا هدعي لهم. الازمه يا بنتي اللي جيلك اعرفي ان هي بتقدمك لقدام، ما بتخليكيش تروحي ورا، بتديكي قوة، قوة عظيمة. ما تبعدكيش عن اللي خلقك. فيلسوف انت يا بابا، بحب دماغك قوي. النصارى، انت عارفة النصارى؟ عارفاهم بيقولوا ايه؟ حب عدوك، احب اعدائك. ايه ده؟ شيء جميل. وعندنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عمل ايه لليهودي اللي كان بيحط قدامه الزبالة، الزبالة قدام بيته، عمل ايه؟ لما عي اليهودي راح زاره في بيته يطمن عليه. وانتي تقولي لي احرق بضاعة، أنا فخورة بيك جدا يا بابا. أنت جاية ليه هنا يا بنت؟ أنا جاية أقول لك إني مسافرة، عندي معرض لشغلي، ما هو بالمرة أغير جو. وأنا معاكي، ومع السلامة، بتاخدي بالك من نفسك. ماشي. بس تفكري، ها؟ أنا هعمل كده. المهم تاخدي بالك من نفسك. أديني سايباك تجيب عكاوي وكوارع براحتك، على الله يتمر بس. افتكر انت وعد الجمال. يا بنت امك ما بقتش زي الاول. ولا عكاوي ولا كوارع بقت تنفع، بارت. خلاص اهو. ما تاخديها معاكي. بجد يا حاج انا عايزاها معايا بقى. امشي يا بنت. امشي، ده انا ما احبش احط دماغي على المخده الا وهي راقده جنبي.
حبوبي حبوبي بس حسب النضارة.